اهلا بكم اعزائي مشاهدي ومتابعي قناه مهارات زراعيه في كل مكان. في اراء منتشره على السوشيال ميديا بتقول ان ممنوع استخدام الاسمده الكيماويه او الاسمده المعدنيه في فتره الصيف، خاصه في الايام شديده الحراره. كمان في راي بيقول ممنوع تماما استخدام السماد العضوي في ايام الصيف. يا ترى الكلام ده صح ولا غلط؟ عشان اقول لك الكلام ده صح ولا غلط، تعالى اقول لك. انا هقسم الفيديو بتاعي الى قسمين اتنين. القسم الاول هتكلم عن الاساس العلمي للكلام ده، الجزء الثاني هتكلم فيه عن نصائح وارشادات هامه تخص الري والتسميد في فتره الصيف، وخاصه في ارتفاع درجات الحراره. هتكلم في البدايه عن الاساس العلمي لموضوع اسمد ولا ما اسمدش في الصيف. تعالى في البدايه نتفق على قاعده مهمه جدا. اي سماد بتضيفه للتربه هو بمثابه املاح تضاف للتربه. ليه؟ هو الاملاح الموجوده في التربه عباره عن ايه؟ كربونات كالسيوم، كلوريد صوديوم، كبريتات كالسيوم، كل دي املاح موجوده في التربه. تمام؟ هتلاحظ ان الاسمده برضو عباره عن نفس الاملاح، نترات كالسيوم، نترات نشادر، سلفات نشادر، سلفات بوتاسيوم، كلها املاح بتضاف للتربه. يبقى ده قاعده لازم نتفق عليها كلنا، ان اي سماد بضيفه هو عباره عن املاح. نخش بقى في الجزء المهم اللي هو الجزء العلمي. اول حاجه لازم تعرفها انه مع ارتفاع درجه الحراره بيحصل حاجه اسمها التبخر من سطح التربه بشكل كبير جدا. الماء الموجود في التربه نتيجه لعمليه الري بيحصل له تبخر سريع جدا نتيجه ارتفاع درجه الحراره. ده هينتج عنه ايه؟ هينتج عنه تركيز زياده للاملاح الموجوده في التربه. الماء هيتبخر والاملاح هتترسب جوه التربه، سواء الاملاح دي موجوده من البدايه او انا اضفتها عن طريق التسميد. طب ده هينتج عنه ايه؟ هينتج عنه حاجه اسمها زياده الضغط الاسموزي في منطقه انتشار الجذور. التربه المحيطه بالجذور هيرتفع فيها الاملاح جدا، هيزود الضغط الاسموزي فيها، ده هيؤدي بقى لايه؟ هتنتقل الاملاح من الضغط الاعلى الى الضغط الاقل، بتنتقل من التربه الى داخل النبات، ده هيؤدي الى ايه؟ جفاف الاوراق، التفاف الاوراق، احتراق الاوراق، اصفرار النبات، ذبول النبات، كل ده هيحصل حاجه اسمها اجهاد حراري واجهاد ملحي نتيجه لارتفاع درجه الحراره وزياده التبخر وزياده تركيز الاملاح فين؟ في التربه. سؤال بقى، ينفع يكون عندي نبات مجهد حراريا ومجهد ملحيا واسمده؟ اقول لك لا. اذا هنا المقوله مش عامه، مش حاجه اسمها ممنوع، لازم افهم نباتي هو اللي بيقول لي اعمل ايه. النبات بيتكلم، لو هو مجهد حراريا او مجهد ملحيا ما ينفعش تماما اسمده. الاول اسقيه ميه انعشه وبعد كده ابدا اسمده. تاني نقطه في الاساس العلمي لازم تفهمها، ان معدل امتصاص النبات للغذاء الموجود في التربه بيقل كلما ارتفعت درجه الحراره. تالت نقطه في الاساس العلمي حاجه اسمها التاثير الحارق لبعض الاسمده على جذور النباتات. مع ارتفاع درجه الحراره في بعض الاسمده زي اليوريا بيكون لها تاثير حارق، خصوصا مع زياده الجرعه في الصيف او في الايام شديده الحراره، بتعمل حرق الجذور، طبعا ده هيؤدي الى تاثير سيء جدا على الصحه العامه للنبات. إذا ما ينفعش في الأيام شديدة الحرارة أسمد يوريا، خاصة لو عندي نبات ضعيف الجذور أو النبات في بداية زراعته. واحد يقول لي طب أنا بزرع خضروات وأول حاجة بعملها بضيف يوريا، أقول لك كلامك مظبوط، لكن ضيف في البداية جرعات صغيرة جدا. يعني هتقرا مثلا المعدل المكتوب على العبوة مثلا وليكن بضيف مثلا 5 كيلو للفدان، فأنا هضيف 2 كيلو للفدان أقل من النصف. يعني بستخدم أقل من نصف الجرعة، وبدل ما أسمد مثلا الخمسة كيلو مرة واحدة أسمد الخمسة كيلو على مرتين ثلاثة. هتكلم بقى على أهم النصائح والإرشادات اللي بتخص الري والتسميد في الأيام شديدة الحرارة. أول حاجة الري، مهم جدا يا جماعة إن أنا أراعي الاعتدال في الري، خاصة في فترة الحرارة المرتفعة. ما ينفعش إن أنا أترك النبات حتى تجف تربته تماما وبعدين أروي. في الصيف أروي عند بداية جفاف سطح التربة. في البعض يقول لك أروي عند الجفاف التام لسطح التربة أو عند جفاف سطح التربة بعمق 2 إلى 3 سنتي. لا، في الصيف لا. في الصيف اروي عند بداية جفاف سطح التربة. أول نصيحة هي استخدام الأسمدة بطيئة التحلل زي الأسمدة العضوية أو الأسمدة الكيماوية المغلفة، لأنها بتكون برضه بطيئة التحلل. في بعض أنواع اليوريا كده يقول لك بطيئة التحلل، بتكون لها كده مغلفة ببعض المواد بتقلل من سرعة امتصاصها عشان اهرب من الاثر الحارق للجذور. يجي بقى هنا سؤال مهم، وانا ينفع استخدم السماد العضوي في الصيف؟ اقول لك اه ينفع. احنا
احنا كل الزراعات الصيفيه بنضيف لها السماد عضوي، لكن بنضيفه امتى؟ قبل الزراعه. بضيف السماد العضوي وبعمل عمليه ري واثنين وثلاثه، لان اضافه الماء للسماد العضوي بينتج عنه حراره عاليه، دي ممكن تاذي الجذور لو انا زرعت على طول. فانا بضيف السماد العضوي بروي ري اثنين وبعد كده ازرع. ما ينفعش اضيف سماد عضوي وازرع فيه بذور او عقل مباشره او شتله، او ان انا اعمل ايه؟ منقوع السماد العضوي. وطبعا في عندنا فيديوهات كتيره جدا عن منقوع السماد العضوي او منقوع الكمبوست، استخدمه طول الصيف بامان، مفيش اي مشكله خالص فيه. او لو انا عندي مثلا زراعات منزليه وعايز استخدم سماد عضوي، بجيب سماد عضوي تم التحلل بقاله عندي مش اقل من 6 شهور مركون، وامسكه اطحنه بحيث يبقى عامل زي مسحوق، واخد منه معلقه واحفر حفره بعيده عن منطقه الجذور واحط المعلقه ديت وادفن او اغطي بالتربه واسقي بعد كده ميه. لكن الافضل ان انا استخدم منقوع السماد العضوي طول الصيف بامان تام. لكن طبعا ما ينفعش كل اسبوع، لكن كل شهر مره، لان يعني برضو استخدام السماد العضوي بكثره ليه تاثيرات سلبيه. تاني نصيحه، لو انا عندي زراعات صيفيه زي الخضروات مثلا، انا محتاج محصول، محتاج نمو، ممكن استخدم بقى ال NPK، استخدم الاسمده الكيماويه العاديه، لكن بستخدمها بنصف الجرعه. يعني ما ينفعش استخدمها بجرعه كامله، استخدمها بنصف الجرعه. بدل ما اخد مثلا 5 كيلو للفدان مره واحده، اقسمهم على جرعتين او على 3 جرعات. ثالث نصيحه، اسمد في الصباح الباكر. ليه؟ لان في الصباح الباكر بيكون موضوع التبخر من التربه اقل ما يمكن. ده هيزود معايا كفاءة استخدام السماد، ومش هيؤدي إلى زيادة تراكم الأملاح في التربة. رابع نصيحة وآخر نصيحة، لو عندك أي نبات لاحظت عليه أي جهاد، خاصة في الصيف أو في الشتاء، احتراق أوراق، جفاف أوراق، اصفرار أوراق، التواء أوراق، تجعد أوراق، أقول لك مش مهم هنا أي حاجة غير حاجة واحدة بس، الري ثم الري. دي أهم نقطة. لو أنا استخدمت اي اسمده كيماويه بالذات خلال الفتره اللي فيها يعاني النبات عندي من اي اجهاد، هيجيب نتائج عكسيه. اذا نهايه الفيديو نقدر نقول انه مفيش حاجه اسمها ممنوع تماما استخدام الاسمده في الصيف، او ممنوع استخدام السماد العضوي في الصيف، لكن هناك اسس علميه يجب اتباعها للتسميد او للري خلال فتره الصيف او ارتفاع درجات الحراره. شكرا لحسن استماعكم، والى لقاء فيديو اخر ان شاء الله.